تاني كل شيء الثاني حتى اللاعبين في جنسياتهم من حلاوه وتصدي رائع، ولكن عمل فولو جميل اوتو لوبيز. حضراتكم ايضا بتعمل ايه يا بيشو؟ انت بتسلك سنانك ب 100 دولار يا بيشو ولا ايه؟ ولا سلكها بايه؟ عندك خله سنان؟ عندك اي حاجه سلك بيها مش سلك ب 100 دولار؟ وهي ايه قيمه ال 100 دولار دي؟ ايه قيمتها؟ ولا اي حاجه، هي سبب من اسباب ان احنا نعيش، لكن مش هي الرزق نفسه. في نعمه الصحه اهم من الفلوس دي. بس في ناس بتجري ورا الفلوس دي، يعني في ناس عندها الفلوس دي اهم حاجه في حياتها، يعني ممكن تبيع اي حاجه في حياتها ابوها وامها عشان خاطر الراجل المعفن ده اللي على الصوره دي. احنا ما بنجريش ورا الفلوس دي، الراجل المؤمن الصح الفلوس اللي بتجري وراه. ازاي بقى؟ الدنيا تجري ورا ايه؟ الدنيا تجري ورا الراجل المؤمن، لكن الراجل اللي هو مش مؤمن هو اللي يجري ورا الدنيا. الفلوس دي احنا ما بنحبهاش، احنا بناخدها كوسيله بس ان احنا نعيش بيها. يعني ايه؟ بتساعدنا في بنشتغل بنسعى بنعمل كل حاجه في حياتنا على اساس ان احنا نعيش مستورين، اهم حاجه الساتر. لكن الفلوس ديت ولا لا اي قيمه عندنا. الراجل الغلبان اللي هو بيعيش يوم بيوم وكده، والله العظيم بيستمتع بدنيته اكتر من اللي عنده فلوس زي دي كده كتير. هتعمل بقى ايه؟ يعني انت لو معاك فلوس كتير زي دي هتعمل بقى ايه؟ هتعيش دنيتك وهتموت وهتنزل التربه مش هتاخد منها حاجه. طب الجشع بقى والناس الحراميه اللي بيسرقوا ملايين من دي هتعمل بيهم ايه في اخرتك؟ هترجع تتحاسب عليه يوم القيامه، هتتحاسب عليه. يجي قصه صغيره كده، واحد كنا رايحين نصلي عليه جنازه، فالراجل بيقول له ايه؟ اللي هو الامام بيقول للراجل ابنه، بيقول له يا حاج يا استاذ إيه ان شاء الله بقى نقول في الميكروفون لو حد له فلوس عند ابويا يجي يطلبها مني. قال له ليه يعني؟ ما تقولش كده، ما تقولش ليه؟ هو عايز يستمتع بالفلوس اللي اللي هو ابوه خدها من الناس بالباطل من غير ما يدي لحد حاجه. انت تتعب وتتسال على الفلوس واولادك ياخدوها، يعني انت تظلم الناس تتسال عن الفلوس وابنك ياخدها يصرفها في الهبل اللي هو هيصرفها فيه ومش هينفعك في تربطها. هتتسال انت بقى عن الفلوس اللي هو بيبحترها دي. انت لما تيجي تعمل لابنك ان هو يعيش كويس، مش تعمل بقى ان انت تقول ايه اما اسنده بشويه ايه 3 4 مليون 20 مليون 40 مليون. طب ما انت هتسيبهم وتمشي وهتتحاسب عليهم. اسند ابنك ان هو يبقى محترم، ان هو يبقى كويس، يبقى عارف عنده ضمير. دوت اهم من الفلوس اللي انت بتسيبها له.